نجحنا ما نجحنا نعم في أن نحبب أولادنا إلى الحياة. نعم. علمناهم كما قيل كيف يموتون في سبيل الله. نعم. ولكننا لم نعلمهم كيف يحيون في سبيل الله. كيف يعمرون في سبيل الله، كيف ينتجون، كيف يبدعون، كيف يخترعون. نعم. كيف يبرزون قيم الإسلام ويتسامحون في سبيل الله. نعم. يعني وهذه المشكلة. نعم. هم فهموا الجهاد فهما مغلوطا. نعم. فهموا الأمر بالمعروف وتغيير المنكر فهما مغلوطا. نعم. وإضافة إلى ذلك كرهناهم في الحياة. نعم. حقيقة كرهناهم في الحياة عن طريق إن هذا حرام وهذا حرام. والتشدد الزائد، تشدد الزائد. نعم. تشدد الزائد يعني هو طريق من الطرق اللي تخلي الإنسان يعني يكره الحياة. نعم. والإنسان إذا كره الحياة فما أسرع ما نعم. يريد يعني بوابة الانتحار والتفجير للوصول إلى الجنة كما يظن. نعم. ولقاء الحور. نعم. كما فيريد أن يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. نعم. فإحنا واجبنا نحبب شبابنا في الحياة. كيف نحببهم؟ عن طريق التسامح، التعددية المذهبية، ثراء الفكر الديني.